بكم معنا فين ما كنتوا كتابعونا بالمغرب او بالخارج، غادي تقدروا ايضا تشاهدونا في المباشر واللايف عبر الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك الرسميه سناء الزعيم. اصوات كنسلم على الجميع، شخباركم ولاباس عليكم؟ بدايه اسبوع موفقه لكم رفقه برامجنا على راديو اصوات. اليوم غادي نتكلموا وغادي نجاوبوا على السؤال اللي توصلت به من جوانب ومن اشخاص كثار وطلبوا مني باش نخصصوا له حلقه. الناس اللي موالفين أو اللي ما موالفينش يديروا الفاكسان ديال لاغريب كيطرحوا السؤال، واش هاد السنة في هاد الظرف ديال الجائحة وديال مواجهة الكوفيد 19 واش نعملوا اللقاح ضد الانفلونزا؟ للجواب على هاد السؤال اليوم كيرافقوني مباشرة على أصوات البروفيسور والاختصاصي عبد العزيز عيشان. صباح النور دكتور. صباح النور مدام الزعيم، صباح النور المستمعين الكرام على امواج اصوات. الله يبارك فيك دكتور، مرحبا بك معنا مره اخرى في البرنامج. شكرا دائما على تلبيتك للدعوه وعلى كل الافاده اللي كتساهم ان شاء الله في توصيلها لكل المواطنين والمواطنات وكل من كيتابعنا. كذلك يحضر معي في الاستوديو الدكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وتداوي الاعشاب، رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. واليوم وحنا كنهضروا على اللقاح بغينا كذلك نعرفوا شنو هي الاختيارات ديالك دكتور عماد. ملي كنقول الاختيارات يعني شنو هي واحد ربعه المواد اللي اليوم غادي نخرجوا بها معكم البرنامج انه اساسيه طبيعيه امنه ما فيها حتى شي خطر واللي خصها تكون في البيت المغربي لانها مزيانه كتحارب وكتساعد الجسم على محاربه نزله البرد. وشنو هي ايضا المواد اللي خصنا نهائيا ما نبقاوش نستعملوها او ندخلوها للدار؟ فبدايه صباح الخير. صباح النور اختي سناء، وتحيه طيبه للبروفيسور عائشه اللي كينورنا في هذا النهار. وغادي نشوفوا مواد الوصفه في القفيفه، اربعه ديال المواد ساهلين وموجودين في المطبخ ديالنا. وعندك واحد الماده قلتي لي هذه واحد الوصفه خطيره خص الناس يوقفوها، وتداولات خاصه في الفتره ديال الحجر الصحي وكذلك حتى ما بعد الفتره ديال الحجر الصحي، وصفه اللي تسمات انها واحد الوصفه سحريه اللي كتعالج الانفلونزا، كتعالج كورونا. يعني مشاو تطوروا في هذه الوصفه هذه اللي هي الحامض والقرنفل اللي غادي نشوفوا المخاطر ديالو. وهذه كلها طبعا افكار مغلوطه واشاعات خاطئه. 100%. طيب حنايا اليوم كنعملوا طبعا هذه الحصه هذه بشكل مباشر مفتوح عليكم مستمعينا مستمعاتنا. مرحبا باي سؤال عندكم على رقمنا 0522 77 24 24. الدكتور عبد العزيز عيشان الاختصاصي في امراض الجهاز التنفسي، امراض الحساسيه. طبعا كنعرفوا على انه حنايا فصل الخريف وحنايا دابا في منتصف شهر اكتوبر شهر 10 اللي من هنا للنهايه ديالو غادي تبدا تنخفض درجات الحراره، وكنعرفوا على انه في هذا الفصل هذا كثير من الناس يا اما اللي عندهم الحساسيه التنفسيه او ما يسمى ايضا بالحساسيه الموسميه، او عندهم امراض الربو والضيقه وضيق التنفس، او الناس كذلك اللي صحاح وهما الحمد لله بصحه جيده. كثير كيسولوني على لو فاكسان ديال لاغريب او اللقاح ضد النزله ضد البرد او ضد الانفلونزا. واش اللقاح هاد السنه كتنصحوا به دكتور عيشان او الانسان يتفاداه؟ طبيعه الحال خلال السنه فتنعيشوا هذا الوباء ديال الكوفيد، الجائحه ديال الكوفيد، وفي ظل هذه الجائحه تبقى هذا اللقاح ولا الفاكسان ديال لاغريب ولا ديال الانفلونزا الموسميه تبقى لقاح مهم جدا. علاش مهم؟ لانه غادي يحمينا تقريبا اكثر من 80% من هذه الانفلونزا الموسميه، لان الاعراض ديالها في بعض الاحيان تتشابه مع الاعراض ديال الكوفيد. لهذا اذا خدينا هذا اللقاح ديال الانفلونزا الموسميه فاكسان ديال لاغريب فتنحميو نفوسنا تقريبا 80% من هذه الانفلونزا الموسميه، وكنقللوا من الاعراض ديالها، وتنحميو الناس اللي عندهم امراض مزمنه والناس المسنين والناس اللي قدروا يديروا واحد الانفلونزا تكون صعيبه، لان ما خصناش نعرفوا بان الانفلونزا الموسميه دائما سهله ابدا، فحتى هي تكون فيها درجات من الدرجات اللي تكون فيها يعني امراض خطيره في الانفلونزا الموسميه. نعم، بغيت نسولك دكتور عيشان شكون هما الناس؟ راك يلاه ربما شرحتيها ولكن انا بغيت نزيدوا نوضحوها هذه الفكره. شكون الناس اللي من رايك خاصهم ضروري يعملوا هذا اللقاح الموسمي كل سنه؟
المهم سيدة سناء، الناس اللي خصهم يديروا هذه اللقاح هما الناس اللي عندهم مناعة ناقصة. علاش المناعة ناقصة؟ لأن ذاك المناعة ناقصة هذا الفيروس ديال الأنفلونزا الموسمية يعني تنتشر في الجسم ديال الإنسان قبل يصيب أعضاء أخرى كالقلب كالدماغ. الناس اللي عندهم مناعة قليلة هما الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، خاصة مرض السكري. نعم. الناس اللي عندهم قصور في الكلى. الناس اللي عندهم قصور في القلب، يعني القلب عندهم غير مريض. الناس اللي عندهم قصور في الجهاز التنفسي، انا نتكلم بزاف على المدخنين، الناس اللي يدخنوا بزاف ولا عندهم قصور في التنفس، يعني 65 66 عام كما تقريبا 30 عام باكيه في النهار ما تقدرش تمشى وما تقدرش تطلع من الدروس. هاد الناس عندهم قصور في التنفس تما خصهم يديروا هاد الفاكسان ديال الغريب. الناس اللي عندهم امراض مزمنه بالاساس مثل المرض ديال الدقه اللي ما تجاوبتش مع العلاجات اللي تنعطوها، الناس اللي عندهم الدقه غير مستقره. نعم. هاد الناس كلهم لابد خصهم يديروا اللقاح ديال الانفلونزا باش يحميوا روسهم، باش ما يكونش هناك مضاعفات على ديال الافراد ديالهم. يعني بعض الاحيان الانسان اللي عنده قصور في الكلى اللي تجاه الفيروس ديال الانفلونزا الموسمية يقدر هذاك القصور يتزاد. الناس اللي عندهم اللقاح او المدخنين الكبار اللي عندهم قصور في التنفس اللي جاهم هذا الفيروس تيوقع لهم تقيحات على الجهاز التنفسي. هذا الناس وهذا الشيء الناس خاصهم يديروا اللقاح ديال لاكريب. دكتور عبد العزيز عيشان، احنا سمعنا شكون هما الناس اللي معرضين اكثر للاصابه. عندنا مجموعه اسئله على هذا لو فاكسان د لا غريب. احنا كنعرفوا على انه هذا لي فيروس يعني كيكونوا في التحول، كيتكون عندهم اون ميوتاسيون كيف كنسميوها بالفرنسيه. وكثير من الناس اللي طلبوا مني باش نطرح عليك السؤال، الناس اللي داروا الفاكسان هاد السنين اللي قبل، لو فاكسان هو دار العام اللي فات، يعني هو ماشي جديد، واش غيقدر يواكب التطور ديال الفيروس؟ وبالتالي واش عنده منفعه او لا؟ الفاكسان اللي كان عام اللي فات هو الفاكسان يعني اللي كان على ضوء التخمينات ديال المنظمه العالميه للصحه اللي كان يعني كيحمي من الفيروسات اللي كانت العام اللي فات، الفيروسات ديال الانفلونزا الموسميه. انما هذا اللقاح ولا هذا الفاكسان غيكون في المغرب اواخر شهر اكتوبر، هذا اللقاح تيحمي من اربعه ديال الانواع ديال الفيروسات ديال الانفلونزا الموسميه. اول مره غادي يحمي من اربعه ديال الانواع، وهذا اللقاح جديد يعني ما عندوش اي علاقه باللقاح ديال الانفلونزا ديال العام اللي فات. هذا لقاح جديد اللي غيكون ان شاء الله ابتداء من الاسبوع المقبل. نعم. وخصو يتواجد على صعيد جميع الصيدليات في المغرب ومعهد باستور. فهذا اللقاح ما عنده اي علاقه باللقاح اللي فات. الناس اللي خذوا اللقاح العام اللي فات هاد الوقيته هذه ديال شهر اكتوبر، فلا بد خصهم ياخذوا اللقاح الجديد لانه غادي يحميهم من فيروسات ديال الانفلونزا جداد. لانه كما اشرت اليه هناك ما يسمى باللغه الفرنسيه ميتاسيون، يعني تنوع جيني ديال الفيروس. الفيروسات ديال الانفلونزا اللي كاين هذا العام. نعم. ماشي الفيروسات ديال الانفلونزا اللي كانت العام اللي فات. نعم. حنا يبغينا نعرفوا الناس فين غيحصلوا على الفاكسان، فين كيدار الفاكسان؟ واش كيدار في المراكز الصحيه ديال الاحياء العموميه او كيدار في العيادات الخاصه؟ وبشحال التكلفه ديال هذا الفاكسان ديال هذا اللقاح دكتور عيشان؟ دكتور هذا السؤال مهم جدا. اللقاح ممكن يدار في سواء في المستوصفات او في العيادات الخاصه او في المستشفيات، يعني عند اطباء يعني اطباء عام او اطباء اختصاصيين. هذا الفاكسان يكون الثمن ديالو تيتراوح ما بين 120 130 درهم على حسب الظن ديالي. نعم. باقي ما خرجش. وتيدار في هذيك العضله ديال الكتف، اما اليمنى اما اليسرى. يعني اي واحد ممكن يدير هذا الفاكسان، وكيكون واحد باستور تو تيلقحوا الناس ضد هذا الفيروس. يعني غادي يكون ان شاء الله متواجد بوفره على الصيدليات، وخاصه في معهد باستور. يعني الناس اللي خاصهم يديروا هذا الفاكسان خصنا نعرفوا انه يكون يعني واحد الصوره كبيره، يعني يكون متواجد، واما يديروا اما ياخذوه مباشره من بعد باستور ويستعملوه تما يعني في معهد باستور. واش كيتعمم هذا الشيء في كل انحاء المغرب؟ طبيعة الحال جميع أنحاء المغرب كان اللقاح ديال الكريب يكون متواجد بصورة يعني مناسبة. الناس المقصود يتخوفوا، وأنا تنصح كما أشرت إليك هذه الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الأطفال 6 شهور ممكن ياخذوا هذا اللقاح. أطفال أيضا اللي عندهم أمراض مزمنة، ما ننساش بأن الأطفال أيضا عندهم مرض السكري، عندهم مرض الدقة، عندهم أمراض الحساسية. نعم.
الحوامت المغسلة ديال هاد الباكسة بالأخص الناس اللي عندهم خاصة هاد المرض ديال السكري ولا القص الكبير أو نعم. القلب أو قصر التنفس. غادي نستقبلوا أسئلتكم مستمعينا على رقم الاستوديو 0522 77 24 24. أي سؤال عندكم على هاد الفاكسان أو اللقاح ضد الأنفلونزا لو فاكسان ديال لاغريب، مرحبا بكم معنا مباشرة على الراديو أصوات برنامج حديث ومغزل. طيب احنا يا من البلدان، المغرب من البلدان اللي تم يعني دوزات لاكوموند للصين، لأنه شفنا على أنه اليوم الصين علنات على أنه لقات اللقاح ضد الكوفيد 19، والمغرب واحد من البلدان على غرار تركيا على غرار أندونيسيا أعتقد مجموعة من البلدان وتونس اللي يعني كوموندات هذا اللقاح من عند الصين، واللي قرينا واللي تم الإعلان عليه لحد ساعة أنه هذا اللقاح غادي يكون متوفر من هنا لأواخر شهر نوفمبر المقبل. الناس اللي داروا اليوم هذا اللقاح ديال لاغريب وغدا من غدا يعني في شهر 12 أو شهر 1 وصل اللقاح ديال الكوفيد 19، واش غيقدروا يديروه؟ واش بالتالي هذه المسألة ما كتشكلش خطورة؟ واش ما غيكونش نوع من الإكثار من اللقاحات أو الفاكسان؟ دكتور عيشان، شنو رأي الخبراء في هذه النقطة هذه؟ يعني خصنا نعرفوا بأن الفيروس ديال كوفيد ديال كورونا هو تنتمي واحد العائلة معينة ما عندها أي علاقة بالفيروس أنفلونزا. نعم. يعني اللقاح اللي غادي يكون إن شاء الله في الأخر ديال شهر أكتوبر ديال أنفلونزا هو اللقاح تحمينا واحد النوع معين ديال أنفلونزا. نعم. الاسم ديالو من أربع أنواع ديال أنفلونزا. أما اللقاح إن شاء الله نتمنى يكون في أواخر نوفمبر ضد كوفيد فهو تحمي واحد الفيروسات تاجية باللغة العربية. أيه. اللي هي في ديك الأسرة ديال كورونا. أيه. أسرة أخرى. ممكن ندير الفاكسان ديال لاغريب طبيعة الحال عادي شهر أكتوبر، وبالنسبة للناس اللي غادي يديروا الفاكسان ديال كوفيد باقي ما حددناش حيت شكون غادي يدير الفاكسان ديال كوفيد. نعم. بغينا يكون يعني يتصلوا به الناس اللي محتاجين ليه، فممكن يستعملوا يعني بدون أي خطورة لأنه تيحمي واحد الفيروسات أخرى ليست لها علاقة بالفيروس ديال الأنفلونزا. نعم. من الفيروس التاجي اللي تسمى كوفيد 19. غادي نستقبلوا أسئلة اللي غادي طبعا نطرحوها عليك مباشرة دائما في راديو أصوات. معنا باش يسولونا على الفاكسان ديال لاغريب، معنا بداية مباركة. مباركة هذيك من مراكش ياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اختي سناء الأستاذة كي دايرة بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك لله، مرحبا بك في حديث ومغزل. تفضلي شنو سؤالك على اللقاح؟ لي الخط. مرحبا. مرحبا مرحبا ونهار كبير. مرحبا. بغيت نهضر على هذا اللقاح. ايه. مريضة بالقلب. نعم. وخرجت ما هذه الطبيبة ديال اللقاح خرجت ليها تلقيح. ايه. وكل شهر 12 كديرو. دابا انت هذه شحال من عام وانت كديري هذا التلقيح؟ ماشي انا يا ماما، الام ديالك. الله يخليها على خير وطول في العمر. كديرو شي سنين هذه ولا 8 سنين. وعلاش كتوصل حتى لشهر 12 عاد كديرو؟ لا هي هذه الطبيبه اللي تلقل ديما خرجها ليها في شهر 12 ولا إيه؟ شهر 11. ايه ديما حيت هي فيها مرض القلب. ايه وفيها الحساسيه. نعم. ولا كتوصل ديك الوقت ديالها ديما كتمشي ديرها كيكون فيها هذا البرد داك الشيء كيضربها البرد ولكن ما كيكونش مازال صعيب. نعم. بحال الا ما دارت تلقيه وخصنا ديما حنا نديوها. واش دابا واخا نديوها في هذا المرض وداك الشيء واخا نديوها ندير هذاك التلقيح؟ هي سؤالك مهم مباركة. طبعا غادي نخلي الدكتور هو معك غيجاوبك. دكتور عيشان. السلام عليكم. طبيعة الحال سؤال ديال السيدة من مراكش اللي ندير عندها مرض ديال القلب، طبيعة الحال خاصها دير هذا التلقيح ديال الأنفلونزا العادية. يعني ناخذ الاحتياطات العاديه لان صفحات عاديه تكون بما فيها بما فيها الاقل يعني الكمامه بما فيها التباعد. يعني ممكن ملي ناخذ هذه الاحتياطات فالسيده ممكن تاخذ يعني اللقاح ديالها الموسمي اللي تديرو كل عام، ولا تنظر لان ما تسناش حتى نوفمبر ما تسناش حتى ديسمبر، يعني ممكن تاخذوه في الاخر ديال هذا الشهر هذا باش نرفعوا شي الوقت، لان عندنا مرض مزمن ديال القلب والناس يكونوا اكثر هشاشه. يعني انت كتشجعها انه تدي الام ديالها التلقاح؟ هي كتسول واش ما تخافش عليها زعما دابا غيخرجوها من الدار ويديوها التلقاح في ظروف الجائحه؟ الحقيقه الى كان هناك يعني الناس خداو احتياطهم مشى عند الطبيب الاختصاصي باش يدير التلقيح. نعم. يعني لا باس، الا ما خافوا عليها بزاف بطبيعه الحال ممكن ان الطبيب يعني لان اي طبيب ممكن يقوم بهذا اللقاح يعني ماشي بالطبيب ديال القلب، فممكن يجي عند المنزل ايضا ويكون امن.
نعم يكون امام اذا الحل المناسب باش هي عندها السيد قبل ديال العام ديال الاسره اللي تلقي في المجال الاحتياط بطبيعه الحال وهذا نعم. يتبقى حل جد مناسب. نعم اذا كان ممكن دكتور تحول لشي مكان اللي عندك فيه الريزور ربما احسن لانه الكلام ديالك بعض المرات كيتقطع. حنا دائما جميع غادي ناخذوا اسئلتكم. معنا كريمه. السلام عليكم كريمه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم اختي سناء. اهلا بك معنا على راديو اصوات. بارك الله فيك. انا كان عندي وليدات صغيرين واحد 4 سنين وبنيات 9 سنين. نعم. كتجيهم ديك كريز داز ما بقاتش كتجيهم حاده. هذيك البنيه اللي عندها 9 سنين قلات بزاف. نعم. والوليد فين ما كيضربوا البرد كتجي هذيك كريز داز يعني التنفس ديالو ما كيبقاش يتنفس من الانف كيولي يتنفس من الكريشه ديالو. ايه. الوغ الطبيب البيدياتر ديالو عطاني الفاكسان باش نديرها ليه وفي لافارماسي قالوا لي زعما هو ما محتاجش لهذا باقي صغير وهذا وما محتاجش الفاكسان وجي سي با انا متردده ما عرفتش واش ندير واش ندير كلام البيدياتر ولا نتبع لافارماسي. وحرتي وحنايا غنحاولوا ان شاء الله نعطيوك جواب اللي يساعدك في هذا الاتجاه. معك دكتور عيشان شنو تقول لهذه الام دكتور؟ طبعا حافظت النصيحة للأطفال اللي عطاها بالجرم الغسان لأنه طبعا الحال هو عارف أكثر من الناس ديال الحالة الصحية ديال الطفل لأنه عنده واحد الدقة اللي يعني ما تحكمش الطبيب ديال الاختصاصي ديال طب الأطفال وبالي بأنه خصو يدير التلقيح ديال الأنفلونزا. أنا تنصح السيدة النصيحة ديال الطبيب اللي خصها باش دير التلقيح وتقوم بالتلقيح ديال الطفل ديالها بطبيعة الحال اللقاح ما كاينش حاليا ديال الفاكسان تقريبا يكون إن شاء الله الأسبوع المقبل. لا احنا خرج عندنا 13 أكتوبر راه كاين أنا في فرنسا ديجا كاين غير انا باقا متردده باش نمشي ناخذو هادشي ملي مشيت لافارماسي باش ناخذو قالوا لي زعما من الاحسن بلاش هكا بقيت مخلوعه والبنيه اللي ما بقاش كتجيها بزاف زعما لا كريز واخا كيضربها البرد مره كتجيها مره لا فهي نديرها ليها طبيعة الحال ما تبدلش شخصيا لانه اذا كان الانسان عنده الدقه واحد الدقه اللي ما تحكميش فيها مزيان يعني كيكون في صفر يعني واخا خدا العلاج ديال الطبيب الاختصاصي ديالو فهاد الحاله التنفسيه تكون جد مضطربه ويقدر يكون الطفل يكون عرضه لفيروس اخرين فالنصيحه اللي نعطيك سيدتي هو انك تمشي تاخذي اللقاح من المصيبه ديالو وتقوم بذلك. شكرا لك بزاف. الله يخليك الوليدات كريمه تهلا فيهم. مرحبا بكم وباسئلتكم دائما مباشره. حنا جميع على راديو اصوات وبرنامجكم حديث ومغزل. فوقاش خاص يدار هذا لو فاكسان ديال لا غريب؟ واش الانسان وخلى يكون تروح قبل او جات ونزلت البرد او لا؟ هادشي غادي نجاوبوا عليه من بعد الفاصل. دائما جميع مباشره عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك سناء زعيم أصوات في لايف ومباشر جديد صوتا وصورة. ما تنسوش تبارطاجيو معنا هاد لا فيديو باش إن شاء الله هاد الفائدة والمنفعة توصل أكبر عدد من الناس. وإحنا دائما في التواصل مفتوح ومباشر. غنمشيو الآن لوجدة معنا آسيا. السلام عليكم آسيا. عليكم السلام والأخت سناء. أهلا بك على راديو أصوات يا آسيا. شنو السؤال ديالك؟ حاول الله يجازيك بخير الأخت سناء. أنا عندي مرحبا. ديالي عمره 75 عام. نعم. وعندو لا طونسيون كتطلع وكان مرض بالقصحه في ديبي اكتوبر ومشى لعند ان جينيراليست عطاه ان تريتمون وملي قال له ديال الفاكسان انتي غريب قال له ما تاخذوش ما ديروش. وانا هذا الطبيب قال له انا ما نكذبش عليه قلت له خصك ضروري ديرو مع لاج و ايبرتوندي خصك. قال لك لا ما نديرش بغيت غير نتاكد. نعم. لا سناء واش الزوج ديالك الاسيا كان كيدير هذا لو فاكسان قبل؟ لا ما عمرو دارو. ما عمرو دارو. واخا انا غنخلي طبعا الدكتور عبد العزيز عيشان اللي معنا مباشره هو اللي يجاوبك. اشنو تقول لاسيا دكتور؟ طبيعه الحال انه السيد عنده 75 سنه عنده ارتفاع ديال الضغط الدموي يعني عنده جوج المسائل اللي خصنا تدفعنا باش نديروا ليه اللقاح ديال لاغريب لانه اولا عامل ديال السن وثانيا عامل ديال ارتفاع ديال الضغط الدموي. هادو جوج تيعجبنا بان هذا السيد هذا لابد خصو ياخذ هذا الفاكسان ديال لاغريب لانه غادي يحميه من المضاعفات ديال لاغريب الى مشى تتصاب بها. وهذا الفاكسان تيحمي تقريبا 80% من جميع فيروسات الانفلونزا اللي ربما تكون هذا الموسم. ولكن هنا راه السيده كتحكي لنا على انه طبيب اللي مشى شافو اللي قال له ما ديرش لو فاكسان.
أنا صراحة مثلا لا أشاطر الرأي هذا الطبيب الآخر، إنما نعم. تنسوا المسألة من الناحية العلمية والطبية. أولا نعم. عامل السن، ثانيا عامل ديال الارتفاع ديال الضغط الدموي، جوج العوامل تجعلنا بأن هذا السيد هذا خاص يكون محمي من فيروسات الإنفلونزا وخاص ياخذ العلاج الفاكسان ديالو ديال لاكريب. حنا طبعا كنتمناو الشفاء والصحيحة ودوام الصحة والعافية إن شاء الله للزوج ديالك الأسية. شكرا. وديري أنت شوفي شنو كيملي عليك قلبك وضميرك إن شاء الله. ياك يكون خير. شكرا لكم. مرحبا. مرحبا الدكتور عبد العزيز عيشان، دكتور عماد ميزاب. كنعرفوا على انه الاسره العلميه في العالم هناك من يؤيد اللقاح وهناك من يعارض اللقاح. اليوم نتايا كنسمعوك دكتور عيشان يعني كتدافع على الفكره ديال انه اللقاح ممكن ينقذ ويسهل ويحمي حياه الانسان. غنرجع لك دكتور عماد ميزاب، انت دكتور في الصيدله، الا كان ممكن نشرحوا المستمعين كيفاش كيتصاوب اليوم اللقاح، علاش الناس كيخافوا من اللقاح، وبالتالي باش نعرفوا احسن حاجه. انا من رايي يعني الشك اللي كيغلبوه هو الانسان المعرفه، وبغينا نشرحوا كيفاش كيتصاوب اللقاح. فاول حاجه بعدا ملي كيدخل الموسم كتبدا يعني الانفلونزا الموسميه، اذا كيولي كيبان لنا الفيروس الجديد، حيت الفيروس ديال الانفلونزا كل عام كيدير واحد لا ريزيستانس، واحد المقاومه ضد المناعه ديال الجسم، داكشي باش الفيروس ديال الانفلونزا كيتبدل كل عام لان كيغير الشكل ديالو. ملي كيلقاو الفيروس ديال العام اللي كيدخل هذاك العام كياخذوه وفين كيزرعوه؟ كيزرعوه في البيض، اذا كياخذوا واحد البيضه بواحد الابره خاصه في مختبر خاص، كيزرعوا هذا الفيروس هذا في البيض وكيخليه كيعطيو الظروف الملائمه باش كيتكاثر. هنا كيزيد يتكاثر لنا الفيروس ديال الانفلونزا، من بعد كيتم الاستخراج ديالو لان داك البروتين اللي في البيض كيخلينا ان هذاك الفيروس كيتفيكسا، يعني باش كيمكننا نجبدوه. ملي كنجبدوه من هذاك البروتين كنزيدوا ليه بعض المواد اللي كتبطل المفعول ديال الفيروس، ومن بعد كنديروا ليه الخلاصه وكيولي فيروس غير ضار نهائيا، ولكن الفائده ديالو ان كتبقى فيه داك الاثار ديال الفيروس اللي كيخلي المناعه كتقوي واحد الذاكره وكتولي كتعرف عليه، ومن كيجي الفيروس الحقيقي كتصدى ليه مباشره. فما فيش مواد سامه، ما فيش مواد اللي كتعطي اعراض جانبيه بزاف ديال الناس كما كيقولوا، ان كاين بعض الناس كيقول كيعطي الشلل كيعطي الامور. نعطيكم مساله، ان كل عام كندير انا الفاكسان ديال لاغريب الحمد لله، فهذه كنهضر انا واحد المده ديال 15 عام، فضروري ومؤكد وكنضمن الصوت ديالي للبروفيسور بان خصنا نديروا الفاكسان، خاصه الوليدات ديالنا اللي كيكونوا كيعانيوا من الحساسيه المفرطه، خاصه الناس اللي عندهم المشاكل ديال القلب، لان خصنا نعرفوا بان الانفلونزا كتاثر على القوه ديال القلب، ان الانسان اللي عنده القلب ديالو ضعيف الا مرض بالانفلونزا وما تعالجاتش بطريقه طبيعيه كيمكن تؤدي ليه الوفاه، والامراض المزمنه كذلك. فنستشروا مع الطبيب المختص، فخاصه في هذه الامور هذه، بحال دابا الاخت اللي اتصلت بنا قالت لك عنده القلب وعنده هذه المشاكل، انا غادي نسول الطبيب ديالو اللي كيتبعوا يعني المختص في القلب والشرايين، هو اللي غادي يعطيه وعارف الحاله ديالو. اذا انت ايضا تؤيد اللقاح ضد الانفلونزا او لو فاكسان ديال لا غريب دكتور عماد ميزاب، وبالتالي كتاكد انه ما كايناش اعراض جانبيه اللي غيخافوا منها الناس. ما كايناش نهائيا، وهذا الناس كيخافوا اكثر هي من انه من ما يخبقاش الجسم كيدافع على راسه بشكل طبيعي. نعم، ولكن هنا حيت ملي كان علاش ولينا في التطور ديال الحالات، يعني نعم. ولا الجسم ما بقاش طبيعي 100%، راه كل نهار كندخلوا ليه ما يزيد على 45% ديال المواد الكيميائيه الضاره والسامه. نعم. فهاد الشيء علاش خصنا ديما نبقاو عاطيين للجسم ديالنا واحد الحمايه. غادي ناخذ مريم اللي معنا على الخط من مدينه الصويره، تحيه كبيره لكم، اهلا بك على راديو اصوات مريم. اهلا. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي شنو سؤالك؟ حنا في الخدمه. انا بغيت نسول غير على هاد لاكري، دابا انا عندي حساسيه، بغيت نسول الدكتور عماد. اييه. كنت تبع واحد الوصفه ديالو وما ما لقيت هذا الشيء تحسن، وبغيت نسول على هاد لاكري واش انا نديرها وماشي مشكل عندي حساسيه انا. وهاد الحساسيه واش مشيتي عند طبيب اختصاصي؟ مشيت عند طبيب اختصاصي ديال الانف والحنجره، ولكن الدواء ما فادنيش. شحال د الوقت وانتي متبعه العلاج؟ بزاف ليا بزاف، دابا في هاد الحساسيه تقريبا شي سبع سنين. شي سبع سنين؟ كتعملي الامور اللي مثلا في الدار غادي تنقص من عندك الحساسيه، بحال انه الدار تدخل لها الشمس، الهواء يتبدل، الامور اللي غتهيج الحساسيه تحيديها، واش هادشي انت مواظبه عليه؟ شويه، حيت دابا حنا في عروبيه ضروري ما غاديش تخملي وتشتي
ديك الهضره ضروري هذا الشيء وهي ما بينش حتى شي حاجه ولكن ما يمكنش ما نعم كيفاش بغيت نعرف الوصفه اللي استعملتي شنو هي الوصفه اللي استعملتي زعما ضد الحساسيه البابونج كتر معالق ديال المرد الدوش فيها 3 الوريق الجيمات تاع الباديان و 7 ورقه تاع اللويزه نكب عليه مترو ونص تاع المغنيان كتشي وصفه اخرى الله يجازيك بخير انا لما هضرت الوصفه وكنعطيو الوصفه فدائما كناكد انها وصفه للمساعده وصفه للوقايه دائما ملي كنقول ملي كيكون عندنا حساسيه مفرطه بالجهاز التنفسي الادويه ونستعملوا الادويه ديالنا ونواظبوا عليها وهذه وصفات تساعد ولكن ما دامك انت دائما على اتصال بداك لاليرجين يعني ديك الماده اللي كتعطيك الحساسيه راه ما عمر الحساسيه ما غتحيد منك انت دابا الطبيب قال لك خصك تنقصي شويه من الغبره يعني ما تحتكيش بهذه الماده وانت هذه الغبره كتدخل لك للداس ديالك يعني غير كتدخل للداس ديالك كتولد عندك هذه الحركه ديال الحساسيه نعم. فهمتي اذا الى ما الى دائما كان عندنا هذه الماده هذه في الداس ديالنا غادي تعطينا هذا المشكل دكتور هشام شنو تقول لمريم وكاع الناس اللي بحال مريم عندهم هذه الحساسيه وما عندهمش ربما كيفاش يبعدوا من كل ما هو كيهيج هذه الحساسيه واش بالتالي هنايا هذا اللقاح غادي يكون مفيد طبعا الحالة أولا خصني إذا تعرف شنو نوع ديال الحساسية عندها بالضبط لأنها خصها تقوم بالتحاليل الجلدية ديال الحساسية الوقاية في بعض الأحيان تكون صعيبة بطبيعة الحال كما صارت لي السيدة مصورة ولكن على الأقل إذا درت كمامة على نيفة وفمها إذا بدات مثلا تشطب أو تخمل دير كمامة على نيفة وفمها باش ما تسمش هذوك القرضيات لأن أظن أنها عندها حساسية ديال القرضيات وكما أثر لي صديقنا الدكتور هو أن العلاج يعني الدواء مهم تيلعب دور كبير خصني إذا تاخذ العلاج عبارة إما عن رشاشة كندونهم في الانف ولا عن اقراص ضد ماده الاستامين تاخذهم في الليل العلاج يستمر تقريبا شهرين حتى ثلاث شهور فنعرفوا بان الحساسيه ما تتبقاش دائما حساسيه العلاج الحالي اللي كاين ممكن نقضيو على الحساسيه اذا ساعدتنا الوقايه يعني السيده خاصها لابد تقوم بالتحاليل تاخذ العلاج عند القدامة باش هاد الحساسية ما تسرب ليهاش القصبات الهوائية ونتقف مثلا مرض الدقة أو مرض الربو نعم إذا هنايا اللقاح غادي يكون مفيد للناس اللي عندهم الحساسية أمريم وبعد يحاولي ما أمكن يعني يحمي راسك ما يمكنش تخلي راسك معرضة وتقولي من بعد راه الحساسية ما بغاتش تبرى غادي ناخذوا الآن سؤال آخر معنا من مراكش مريم أهلا بك على راديو أصوات اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عماد. الحمد لله شكرا على هذا الموضوع باسكو فريمون محتاجه انا حامله في شهر السابع نعم الله يكمل بالخير يا ربي امين ميرسي بوكو وما عرفتش بغيت ندير الفاكسان وخفت المهم انا كنسمع بان النساء الحوامل يديروها مي انا شنو قالوا لي لونتوراج ديالي ماشي دي جون عندهم دي كونيسونس راه داير لونتوراج قال لي زعما لي دو برومي جور كدير سخانه كتمرض كدير انا خفت من هذا الشيء ما عرفتش واش سي فغي ولا لا واش نقدر نديرها فوقاش نديرها هذا الشيء اللي بغيت نعرف سؤالك مهم وخليك معنا طبعا الدكتور عيشان اشنو تقول لمريم كل نساء الحوامل واش هما ايضا خصهم يعملوا هذا اللقاح واش ما كاينش خطوره عليهم وعلى الجنين اولا اللقاح ديال الانفلونزا ما عندوش اي خطوره على المراه والجنين ديالها يعني ممكن يستعملوا بالاخص اذا كانوا النساء الحوامل عندهم امراض مزمنه الناس هنا تنتج الناس اللي عندهم امراض السكري النساء اللي عندهم امراض السكري النساء اللي عندهم الدقه النساء اللي عندهم امراض القلب كما اشار اليه الدكتور صديقنا بان هذا الفيروس ديال الانفلونزا تاثر على القلب يعني ما كاين هناك اي تاثير يعني سلبي بالنسبه للناس الحوامل ولا الجنين ديالهم ثانيا هذه المساله ديال الناس يديروا الحقنه ديال الفاكسون ترتفع درجه الحراره مساله ما كايناش بزاف يعني تتشكل واحد 5% ماشي بزاف كاين الناس اللي تجيهم كاين الناس اللي ما تجيهمش وحاجه مهمه هو الناس اللي بيديروا هذا اللقاح ديال الانفلونزا خصهم يكونوا في صحه جيده يعني ما يكونش عندهم ارتفاع ديال درجه ديال الحراره ما يكونش عندهم نعطيس ما يكونوش مروحين ما يكونوش مرض ما يكونش يعني عندهم هذه العلامات هذو خصهم ما يكونش عندهم بالاخص ارتفاع ديال درجه الحراره ما خصوش يكون عنده درجه ديالو عاديه ممكن ياخذ اللقاح ديالو حاجه واحده مهمه السيده سناء الناس عندهم حساسية ديال البيض لوف نعم. ما خصهمش يديروا هذا اللقاح ديال الانفلونزا لانه تيكون فيه ماده البيض نعم
هذه مسألة مهمة بالأخص بالنسبة للأطفال عندهم الحساسية ديال البيض فقط. نعم ديال البيض فقط يتفادوا اللقاح ديال الأنفلونزا. كان السؤال ديال مريم هي فوقاش ديرو، واش كاين شي فترة مثلا من اليوم واش الإنسان خصو يكون ما فاطرش، واش خاص يكون كلا شي تغذية بعينيها، واش يخليه في نهاية اليوم، شنو أحسن توقيت؟ النقطة الثانية اللي بغيت نعرف معكم، كثير من الناس اللي مثلا كيمشيو يديروا الفاكسان تيقولوا لهم واش ضربكم البرد، واش دابا هذا العام ضربكم البرد؟ إلا كان ضربهم البرد ما كيقدروش يديروا اللقاح، وعلاش؟ مثلا نقصد ديجا ضربك البرد، الناس اللي عندهم حراره عاديه يعني ما عندهمش ارتفاع ديال درجه ديال الحراره لان فيهم ما تيشيش، فممكن ياخذوا اللقاح في اي وقت بغاو. يعني تنحبوا باش يديروا في الصباح يعني ولا بدايه يعني بعد الزوال. اما الناس اللي مثلا ضربوا البرد بعد مفهوم ديال التعطس وراسه فيه السخانه وحس راسه بانه عيان، فخصو اولا ياخذ ماده الباراسيتامول باش يريح حتى يولي لاباس، ما بقاش عنده ارتفاع ديال درجه ديال الحراره، عاد ممكن ياخذ اللقاح ديالو. نعم، غادي ناخذ سؤال اخر هذه المره من فاس. معنا حليمه، اهلا بك على راديو اسواد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك الله يطول عمرك. تفضلي حليمه. انا عندي مرض السكري والكلاوي. نيه. ودابا واش نضربها دابا ولا ما نضربهاش؟ نعم سؤالك واضح، اشنو نقولوا لحليمه دكتور عيشان؟ طبيعه الحال خصها تضربها كما كيف قالت السيده، وانها خصها تاخذ اللقاح ديال الانفلونزا. طبيعة الحال هي السيدة عندها الكلي وعندها السكري، طبيعة الحال لا بد أن تأخذ اللقاح، وتأخذ اللقاح سنويا، وأنا تنصحها بأنها تأخذه سنويا. غادي نعاودوا نذكروا اللقاح ضد الأنفلونزا أو اللقاح الموسمي ضد الأنفلونزا غيكون متوفر في بلادنا بداية من الأسبوع المقبل إن شاء الله للحصول عليه، باش الناس يديروه قلنا كيفاش غيعملوا. يعني الحصول عليه خص لابد تكون واحد يعني واحد الوصفه عند طبيب، اي طبيب اختصاصي او طبيب عام، يكون فيها مثلا لك اسم تجاري ديال هذاك اللقاح تاخذو، اي صيدليه تتبيع هذا اللقاح هذا على الصعيد الوطني متوفر. وطبيعه الحال الانسان ملي ياخذو فممكن ياخذو عن طريق الطبيب، يعني اي طبيب ديال الاسره طبيب عام تمشي عنده او طبيب اختصاصي باش يقوم له بهذا اللقاح. طبيعه الحال اذا ما عنده حتى شي تاثير، هي فقط بين انه الناس يكون في صحه جيده، يعني ما يكونوش مزيرين في التنفس ديالهم، ما يكونش هناك ارتفاع ديال درجه ديال الحراره، ما تكونش عندهم مثلا اثار جرثومه معينه، يكون في صحه جيده، ممكن ياخذ هذا العلاج بطبيعه الحال اللقاح باش يحميه من الانفلونزا الموسمية. دكتور الناس اللي تصابوا هذه السنه بالكوفيد 19 وتعالجوا، واش يعملوا هذا اللقاح ولا ما يعملوش؟ بطبيعه الحال يعملوا، لانه الناس اللي تصابوا بكوفيد وتعالجوا يعني الحمد لله ولو عندهم ديك الاجسام المضاده تنسموهم حنا لي زي جي جي، بلات عندهم هذيك الاجسام المضاده، الناس عاديين بحالهم بحال جميع الناس بطبيعه الحال، ممكن ياخذوا لانه غادي يحميهم واحد الفصيله اخرى من الفيروسات، ماشي الفيروسات التاجيه بل الفيروسات الانفلونزا بطبيعه الحال. وهذا الفاكسان ديال لاكريب راه ما تيحميش من كوفيد، ما تيحميش من كوفيد. نعم يعني المعلومه واضحه. معنا من اكادير ام ايمن، اهلا بك على راديو اصوات ام ايمن. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معناتك الدكتور ديالنا لاباس كلشي بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الله يعطيكم الخير. كنت بغيت نسول الدكتور الله يكثر خيرك، عندي واحد البنيته عندها 11 عام اللي كنت هضرت عليها هذيك المره على ود القبض، وهي عندها لاميوباتي، يعني لي مشكل ديال داتها كلهم مقيوسين في درجه حالتها، المشكل كاردياك، المشكل التنفس. واش هي اون جينيرال بحالها عندها، هي حالتها جيده الحمد لله الساعه، يعني غدا مزيانه هذا، مي غير واش الفاكسان صلح ليها او لا؟ انا في نظر ديالي بالنسبه للسيده عند هذا الوليد عنده ميوباتي، يعني لا بد من استشاره طبيب اختصاصي ديال الامراض العصبيه، لانه هو اللي غادي يعطيك الضوء الاخضر واش تاخذ هذا اللقاح ولا لا، لان المرض ديالها واحد المرض نادر جدا، وواحد المرض اللي ربما يكون هناك فيه يعني هناك الاختلالات. فانا تنفضل بانه طبيب اختصاصي ديال الامراض العصبيه ممكن يعطيك الراي ديالو، نيورولوج باللغه الفرنسيه، وهو غادي يعطيك الضوء الاخضر، هو اللي يقول لها بالضبط شنو دير. خديجه معنا من ايمين تانوت، اهلا بك على راديو اصوات. سؤال اخير تمنصور، عفوا، اهلا بك خديجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نشكركم على هذا البرنامج. مرحبا، تفضلي شنو سؤالك؟ بغيت نسولك عافاك على حساب هاد الجلبانيت اللي كتهضروا عليها. اييه. واش بالنسبه للدراري في المدرسه بيجذبوا لهم في المدرسه، واش الامهات كلهم بيديروا اجتماع بيمنعوها؟ دابا انتوما واش انتوما قالوا لكم الدراري غيجلبوهم في المدرسه؟ قالوا لهم راه بيجذبوا لهم في المدرسه. واش من اللقاح اللي غيديروا لهم في المدرسه؟
هذا الموسم تاع الموسم تاع فوقاش غيديروا لهم هذا اللقاح؟ مازال ما عرفناش فوقاش، غير قالوا لهم راه بيديروا لهم، والامهات قالوا بيديروا الاجتماع بيمنعوا، واش نمنعوا ولا نخليهم؟ اذا السؤال ديالك انت كأم هي واش تمنعي او تخلي ولدك يستفد من هذا اللقاح؟ سؤال مهم. دكتور هشام شنو تقول لخديجه ولكل الامهات؟ الا كان اللقاح ديال الانفلونزا الموسميه طبيعة الحال خصهم ولا المدرسة طوعات باش دير هذا اللقاح الأطفال، فهذه مسألة جد إيجابية. أنا ما تنفهمش علاش هاد النساء بيمنعوا ولادهم واحد اللقاح اللي ما عندوش أطفال سلبية ولا قادر تعطيهم نتيجة إيجابية يحميهم من الإنفلونزا. إذا كان لقاح إنفلونزا أنا لا مانع لدي بأن الأطفال كلهم سيأخذوا اللقاح. سمعتي يا خديجة؟ دكتور عماد شنو تقول لخديجة اللي هي معنا من ثمن صورت؟ فاللي بغيت نقول للأخت خديجة وجميع الأخوات اللي كيستمعوا لنا، فكاينة مذكرة ديال وزير الصحة اللي كنشكروا عليها، أنه في جميع أنحاء المغرب غادي يكون تعميم هذا التلقيح، يعني في وصى المندوبين ديال الصحة ديال الجهات ديال المملكة ديالنا باش يوفروا هذا التلقيح هذا. واللي بغيت نقول لكم أن خصنا نفتخروا بوزارة الصحة ديالنا، لأن وزارة الصحة المغربية من الوزارات التي يقتدى بها في العالم، يعني في الصرامه ديالها وفي الصرامه ديال الادويه وفي الصرامه ديال يعني ديال المواد اللي كتعطى او المواد الصحيه. فانا كنقول لك اختي خديجه ما عندكش مناش تخافي، هذا خير الحمد لله انهم يمشيوا يديروا التلقيح ديالهم وغادي يحميهم وغادي يحميكم حتى انتم، لان راه الوليدات الا مرضوا يقدروا يبراو وتقدر المناعه ديالهم تدخل مزيان، ولكن هاد الا مرضوا جاوا للدار فكاينين بيوت مغربيه اللي فيهم ناس عندهم امراض مزمنه، ناس اللي ما يقدروش يستحملوا هاد الامراض هذه. احنا جاوبنا عليك خديجه، وصلي ان شاء الله الرساله امانه، وصليها للامهات الاخريات ان شاء الله ويكون خير، الله يحمي وليدات الجميع. طيب حنايا طبعا وجاوبنا على اسئلتكم اليوم، اذا ديروا اللقاح ديال الانفلونزا او لو فاكسان لا غريب، شفنا كيفاش ديروه كيفاش تستافدوا منه. سؤال اخير قبل ما نرجع لك دكتور عماد، باش تعطينا اليوم شنو هي الماده الطبيعيه اللي غتنصحنا بها والماده الطبيعيه اللي ما خاصش الناس يستعملوها. دكتور هشام قبل ربما ما نودعوك، واش الناس اللي كيديروا هذا لو فاكسان واش كيتخلق عندهم نوع من الادمان لهذا اللقاح؟ يعني واش كيخصهم يبداو يديروه كل عام؟ لا ابدا، المساله ليس هناك ادمان، هذا اللقاح ما فيش ادمان. هذا اللقاح انا كنوصل اسئله الناس، عرفت حتى انا نسمع هذه الاسئله بزاف في العياده، وانا ليس هناك ادمان، هو لقاح، يعني هناك هو دواء بحال اللقاح ديال مرض الثلثي ديال مرض في الحياه ديال الانسان، انما اللقاح ديال الانفلونزا الانفلونزا تتغير كل سنه، وكان عندنا نفس الفيروس ديال العام اللي فات راه مزيان، ولكن الانفلونزا تتغير، تيكون هناك ميوتاسيون تيتغير هاد الفيروسات، وهاد اللقاح ملي تنديرو ممكن العام الجاي اللي حسينا براسنا بانه الحمد لله مزيانين بانه ما كان، ممكن الانسان ما يديروش، يعني ما كاينش هناك ادمان، انما فقط هي نصيحه مهمه، وان الناس ممكن يديروا بانه ليست هناك مضاعفات كما اشار لي صديقنا، وان وزاره الصحه قامت بجهد جبار باش تلقى هاد اللقاح على صعيد المدارس، ودي مساله مهمه جدا ما كاينش في بلدان اخرى في العالم، يعني ليس هناك ادمان فيما يخص هذا اللقاح، لانه تيبقى علاج يعني مهم بالنسبه للناس ككل باش نتجنبوا مضاعفات ديال الانفلونزا. نعم شكرا لك دكتور عبد العزيز عيشان. دكتور عماد ميزاب كدكتور الصيدله والاختصاصي في العلاج بالاعشاب، كنعرفوا في انه كل بيت هناك مجموعه المواد الطبيعيه، شنو هي اللائحه او شنو الاختيار ديالك اليوم ديال المواد اللي خصها تكون عندنا في البيت؟ علاش؟ لانها كتساعد الجسم على الدفاع على راسو. وكنعاودوا ناكدوا انه كيف شرحتي لمريم الوصفات وهذا الشيء، انا كناكدوا منذ بدايه البرنامج والالتحاق ديالك باسره البرنامج، ما عمرنا ما كنقولوا هذه العشبه او هذه الوصفه الطبيعيه غتعوض الدواء، الناس اللي مرض خصهم يديروا العلاج ديالهم بالادويه، وهذه وصفات للمساعده. نعم للمساعده والتقويه كذلك، باش حتى المفعول ديال الادويه كيعطي واحد النتيجه ديالو. فاول ماده غادي نقترح عليكم ماده موجوده في كل مطبخ مغربي اللي هي الفلفله الخضراء. الفلفله الخضراء احنا غادي نعاودوا نجيبوا المزايا ديالها للماده اللي هضرت لكم عليها دائما اللي هي الكابسيسين، ولكن المنافع ديال الفلفل الاخضر انه رخيص ولكن المنافع ديالو كبيره. شنو كيدير؟ كيرفع لينا الحركيه ديال المناعه. نعم. كيعاون المناعه ديالنا باش كتكون عندها يعني داك الاستجابه السريعه، داك لو ريفليكس، ان المناعه ديالنا دغيا كتستجب للتصدي لهاد الميكروبات اللي كتكون كتدخل للداس ديالنا،
وكيعاون المناعة ديالنا باش كتبقى دائما شادة هذيك القوة ديالها. المادة الثانية اللي كنقترح عليكم اللي هي الحبق، إذا الحبق البلدي، الحبق البلدي فيه مادة البازيلين. هذه المادة البازيلين هي عبارة على واحد لو ماركور ناتوريل، يعني كتمشي وبحال كترشم لينا هذوك الميكروبات اللي كيكونوا عندنا في الداس ديالنا وكتخلي المناعة كتعرف عليهم دغيا. فمهمة جدا، ولا لاحظنا أن في الكثير من الوصفات العالمية يعني التراديسيونيل أو الشعبية كيستعملوا الحبق وكيستعملوه في الوصفات. علاش؟ لهاد الأهمية ديالها. والحبق معروف به أيضا بلدان الحوض الأبيض المتوسط، معروف في الميديتراني. الحبق البازيليك كنستعملوه كثير كثير وكيدخل في جميع الأطباق. الحبق كما قلنا عنده هاد المزايا كاملة. كيفاش غنستافدوا منه؟ غادي ناخذوا معلقة صغيرة ديالو يابس، كنزيدوا عليها كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، وكنشربوه في الليل. والليلة عندنا خطر كناخذوا 5 ديال الوريقات ديالو وكنديروهم في كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلقوا، وكنشربوهم بحال شكل تيزان يعني شاي. نمشيو للمادة الاخرى الى توفرت عندكم، فهاد جوج المواد راه كاينين، ولكن نزيد واحد المادة اخرى حتى هي مهمة اللي هي البروبوليس. البروبوليس جاي اسم بروبوليس يعني امام المدينة. شنو هو؟ هي ديك المادة اللي كتفرزها لنا النحل لحماية المدينة ديال النحل اللي كيكون فيها العسل من جميع الطفيليات، وهذا كيكون مركز ديال المضادات ديال الجراثيم، مضادات ديال الميكروبات، وكيرفع لينا المناعة. الطريقة ديال الاستعمال ديالو بسيطة، كناخذوا نص معلقة صغيرة ديال البروبوليس، كنخلطوها بثلاثة المعالق الكبار ديال العسل الحر، واخا يكون ديال الليمون ماشي مشكل، وكناخذوا معلقة صغيرة من هذا الخليط نص ساعة بعد الفطور، كنداوموا عليها مدة ديال شهر وكنحبسوها، فهي كتعطينا منفعة. والمكون الرابع اللي هو مهم جدا وغادي تستغربوا فيه اللي هو اللبن. اللبن الغني بالبيفيدو باكتيري، غني بواحد البكتيريا النافعة اللي كتكون عندنا في الجهاز الهضمي ديالنا، وهاد البكتيريا مادامها كتكون عندنا في الجهاز الهضمي ديالنا ودائما المناعة على حركية ودائما المناعة كتكون على يقظة وكتخليها كتصدى لجميع الميكروبات. غتسولوني غتقولي كاين بعض الناس اللي خداو اللبن وشربوه غادي يضرهم، فانا غنعطيكم طريقة سهلة وبسيطة بالنسبة للناس اللي كيضرهم اللبن. غادي تدفيوه شوية، ملي كتدفيو اللبن كتقتلوا ليه هذوك الغازات ديالو. هنا غنوليو كنشربوا اللبن كوصفة طبيعية للمساعدة. إذا كندفيو اللبن شوية وكناخذوا منه كاس صغير في اي وقت في اليوم نقدروا نشربوا هذا اللبن هذا، وهكا ما كياثرش علينا وما كياثرش على الجهاز الهضمي ديالنا. شنو هي المادة الطبيعية اللي اليوم بغيتي تتكلم لينا عليها دكتور عماد، لانها خطيرة ما خصناش نبقاو نستعملوها والناس اللي كيتبعونا على اصوات يتفاداو يستعملوها؟ فاليوم غادي نهضر على واحد التركيبة اللي دارت واحد الضجة مؤخرا اللي هي الحامض والقرنفل، فهي تركيبة سامة لان عندنا لاسيد سيتريك مع لوجينول اللي عندنا في القرنفل. ملي كيتجمع هذا المركب هذا شنو كيعطينا؟ كيعطينا تبطيء ديال المفعول ديال المناعة، ان المناعة ما كتبقاش عندها، كيولي واحد الخمول في المناعة ديالنا، كيعطينا اضطرابات في القلب. ولا تذكرتوا ان قلنا ملي الانسان كيتصاب بهذه الحمى كيكون عنده مشاكل في القلب، فهنا كتولي كتعطينا اضطرابات في القلب، كتمشي حتى لارتفاع دقة القلب اكثر من القياس ديالها. التفاعل ديالها كذلك مع الادويه، بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من امراض مزمنه وكياخذوا ادويه اللي خلطوا هذا الخليط هذا كيمكن ياثر عليهم وما يخليش الدواء يخدم بطريقه طبيعيه ديالو. كيعطينا التقرحات في المعده وكيمكن ياثر لينا على الحيويه والاشتغال الطبيعي ديال الكبد ديالنا، وهنا كيمكن يؤدي للتشمع ديال الكبد. فنتجنبوا هذه الوصفه ديال الحامض والقرنفل لانها الاعراض الجانبيه ديالها خطيره جدا وكيمكن تاثر لينا على الصحه ديالنا. وفاء، باش نجاوبوا على وفاء مبشر، الابن ديالها فيه الازمات البرونشي دابا، واش يقدر يدير الفاكسان؟ خصو حتى يدير لاباس. نعم، خصو يدير لاباس وخصو يستشر مع الطبيب ديالو واش يمكن له يدير الفاكسان ولا ما يديروش. شكرا لك كثير دكتور عماد. مرحبا. كنذكر بانك دكتور الصيدله المختص في العلاج والتداوي بالاعشاب. شكرا للبروفيسور عبد العزيز عيشان الاختصاصي في امراض الجهاز التنفسي. موعدنا يتجدد غدا مع 10 صباحا على اذاعتكم اصوات، برنامجكم حديث ومغزل. وان شاء الله هذا الفيديو اللي عندنا في الصفحه بارطاجيوه معنا، وغادي يبقى دائما بيني ان شاء الله. كذلك غدا موعدنا مع 10 وغادي تكون ضيفتي في الساعة الأولى ليلى اللي هي لا فيناليست بمسابقة ماستر شيف المغرب. غادي إن شاء الله تقاسم معنا باقة من الوصفات الشهية اللذيذة والبسيطة والاقتصادية. موعدكم إن شاء الله غدا مع 10. نخليكم مع برنامج لكل أسرة.